خلونا نتابع بقى المرور النهارده، اخبار الكثافات المروريه ايه يوم في منتصف الاسبوع. النهارده الاربع متوقع مثلا تبقى فيه كثافات في منطقه وسط البلد وكوبري اكتوبر، دي من المناطق اللي معتاد يكون فيها كثافات، الناس كلها بتبقى رايحه الشغل في نفس التوقيت، اللي رايحين المدارس والجامعات، وطبعا اللي عنده اي مشاوير صباحيه، فبيبقى منطقه وسط البلد دي هي منطقه تلاقي الكثافات المروريه. ده صلاح سالم ومنطقة أو حي مدينة نصر ما فيهوش أي كثافات الحمد لله لحد دلوقتي، لكن القادمين من نفق الأزهر متجهين ناحية يعني مدينة نصر وتقاطعهم مع كوبري أكتوبر، المنطقة دي فيها بعض الكثافات. الخليفة المأمون زحمة النهاردة في الاتجاهين، نطلع كوبري أكتوبر هنلاقي تظهر بعض الكثافات في الاتجاه اللي جاي من العباسية رايح لوسط البلد، وشارع رمسيس كمان زحمة جدا، ابتدت تظهر كثافات على كوبري أكتوبر في الاتجاه التاني كمان، وتحديدا فوق محطة مصر الاتجاهين زحمة، شارع رمسيس زحمة، كثافات متوسطة في محيط وسط البلد. نوصل عند الكورنيش، لو نزلت من الكوبري المتجه يعني ناحية 15 مايو على الكورنيش في سيولة مرورية، تطلع 15 مايو مفيش أحجام مرتفعة على الكوبري في الاتجاهين، منطقة أو جزيرة الزمالك فيها كثافات مرتفعة عن باقي الأيام لو بنقارن بباقي أيام الأسبوع. النهاردة في كثافات في الزمالك، 15 مايو لسه حركة المرور عليه كويسة، المهندسين ما فيهاش أحجام مرورية لحد دلوقتي، ربما تزدحم فيما بعد في الساعات القادمة لحد ما بتوصل لمطلع المحور، بداية المحور ما فيش كثافات، العكس اللي نازل من المحور هو اللي هيقابله كثافات، ودي منطقة معتاد تظهر فيها أحجام مرورية مرتفعة وانت بتعدي أسفل الطريق الدائري. الطريق الدائري اللي نازل منه على المحور هيلاقي بعض الكثافات، منطقة صغيرة جدا، والطريق العكسي بيسير بشكل جيد جدا، والطريق الدائري في الاتجاهين في التوقيت ده تحديدا ما بيكونش عليه أي أحجام مرورية. توصلوا بألف سلامة يا رب.